الواقع أن رقم البلاغات صحيح 4500. إحنا عندنا أيضا في الهيئة، لأن 4236 قبل فترة هم رقمهم أحدث، 4500 رقم البلاغات صحيح، لأن أصلا البلاغات تسجل في هيئة تنظيم سوق العمل ويتم تبادلها مع الداخلية. بالنسبة إلى الذين تم القبض عليهم غير المخالفات المضبوطة في هيئة تنظيم سوق العمل، احنا عندنا في الهيئة المخالفات اللي تم اكتشافها والتفتيش عليها وضبطها 540، بينما انت قلتي في الداخلية 1070 او شيء من القبيل. صحيح، بس هم مجال عملهم في الداخلية اوسع من مجال عمل هيئة تنظيم سوق العمل، يعني يقبضون على اشخاص يعني يرتكبون جرائم او يبلغون عن انفسهم في اعمال كثيرة. فخلال السنوات هذا هم اللي ضبطوه كقبض. فالعدد محتاج حق تقريب، لان ايضا حتى الاعداد اللي احنا ذكرناها هناك اعداد في الوسط، يعني 550 حالة تم تصحيحها من تلقاء انفسهم اصحاب العمل اللي تقدموا بالبلاغات. 8 حالات تم نقلهم من صاحب عمل الى صاحب عمل اخر، يعني في وسط الرقمين في شويه تفاصيل ايضا، بس الداخليه تهتم وتقبض على ممكن يكون من بين ال 1070 ايضا عماله تاركه للعمل بدون ما تكون من ضمن خدم المنازل. لكن ملاحظتش في محلها تخلينا نتحفز ايضا نعمل على تحقيق ترابط اكبر بين، ونعرف الاحصائيه سواء كانت صادره من الداخليه او صادره من هيئه تنظيم سوق العمل بصوره اكثر دقه.